وضعنا دولة الرئيس بوضع القطاع السياحي بتفاصيله ومشاكله. نحن مبدئيا بظرف استثنائي، نحن الحرب هي عدو للسياحة، لهالسبب كانت نحن الأمل الكبير والحلم الكبير اللي كان عنا إياه لن يتحقق. فوقعنا بمصاريف كتير كبيرة، بخسائر كتير كبيرة، ونحن اليوم عم نطالب دولة الرئيس بتأجيل كل الضرائب عنا وتخفيض بعض الضرائب أو بعض الإيجارات يلي هي التروتوارات يلي هي مستملكة ببيروت، وبذات الوقت قصة الكهرباء هي المصيبة الكبيرة علينا وعلى الشعب اللبناني كلياته. لهالسبب عم نجرب نشوف كيف فينا نأجل كل المستحقات تبعنا، ونشوف بالقانون أو بمراسيم كيف منقدر نخفض البعض. وهذه هي الورقة يلي هي استلمها دولة الرئيس بحضور وزير السياحة، وبدنا نشوف كيف فينا نتابع مع وزير السياحة هالقضايا هذه كلياتها. وشكرا. كان عندنا اجتماع اليوم مع دولة الرئيس. أول شيء حطيته يعني بجو آخر مستجدات بالكهرباء، وبتعرفوا يعني المشكلة الرئيسية اليوم إنه التنفيذ العقد مع العراق اللي بموجبه عم نقدر نعطي 600 ميجاوات كهرباء، عم بيتأخر تنفيذه بسبب التحويلات المفروض مصرف لبنان يعملها، واللي طلب أنه يكون القانون المطلوب بمجلس النواب يكون عطيه غطاء قانوني تشريعي لحتى يقدر ينفذ هالتحويلات، بانتظار لأنه بانتظار أنه ينعقد مجلس النواب اللي الرئيس الحكومي عمله، أنه راح معنا مع مجموعة من الوزراء، أنا كنت واحد منهم، على العراق لحتى يلاقي حلول لهيدا الموضوع، ولو حلول مرحلية، يعني أنه نتكل على العراقية عن طريق الاستثناء بإرسال الشحنات، رغم أنه هالغطاء القانوني اللي بيسمح بالتحويلات منه كان متوفر، يعني بغياب التحويلات اللي مفروض تصير، بانتظار أنه مجلس النواب يقدر يجتمع بعنوان أنه تشريع الضرورة يقدر يمرق هذا القانون. فبهذا الإطار كان الاجتماع اليوم لكمان العلاجات الاستثنائية بانتظار اجتماع مجلس النواب، من ضمنه أنه الشحنة الفيول تبع هذا الشهر بالعراق حطيته بآخر جو الاتصالات اللي عم نعملها نحن والجنرال شقير، أنه منتظرة بعدها هذا الشهر، وإنما في تأخير لوجيستي عم بيكون أنه هالشحنة منتظر توصل بأواخر الشهر، فبالتالي في مرحلة صعبة دقيقة عم نشوف لها إذا ممكن إجراء استثنائي لحتى يكون في كمية إضافية من الفيول قبل هذا التاريخ، وهيدا الحل اللي عم نشتغل عليه، ويمكن من خلال الحكومة نقدر نمرقه. بالإضافة لهالشي، واحدة من الأمور اللي حكينا فيها واللي ممكن نعملها هي أنه تسعى أنه كهرباء لبنان توفي جزء من الاستحقاقات هيدي، مع العلم أنه هي الجزء اللي مستحق عليها ما بيبدأ قبل بداية سنة الجاي، ولكن حتى كونه هي عندها من الأموال اليوم من الجيباية أنه توفي جزء من هذه الاستحقاقات، خاصة الجزء اللي باللبناني، لأنه هو الحساب الخدمات تبع العراقية هو حساب باللبناني، يعني هو بالدولار بس يصرف باللبناني بالخدمات، فممكن أنه عبر تحويلات من كهرباء لبنان باللبناني أنه تقدر توفي جزء من هذه الاستحقاقات. هلأ بنفس الوقت كهرباء لبنان حصولها على اللبناني مرتبط كمان بتسديد من قبل الجهات الحكومية لمستحقاتهم لاستهلاك الطاقة. عم نشتغل على هذا الخط
لحتى نأمن التسديد السريع من قبل الجهات الحكومية، خاصة أنه المصاري لهذا التسديد من قبل الجهات الحكومية هي مصاري متوفرة، لأنه في سلفة خزينة انعطت للمؤسسات الحكومية وهي عم تتباطأ المؤسسات الحكومية بتنفيذ الحصول على الأموال تبع السلفة لتدفع لكهرباء لبنان. فبالتالي كهرباء لبنان مستعدة أنه هذه الأموال اللي مرصودة لإلها من وزارة المالية لتفوت لعندها، أنه تطلع من عندها ليروح للعراقية. ساعتها بنكون ضربنا عصفورين بحجر، خلينا المؤسسات يعجلوا بتنفيذ استحقاقاتهم ونخلي كهرباء لبنان كمان توفي جزء من الاستحقاقات للعراقيين. وهيك بنكون عالجنا الموضوع بشكل فاعل، ويمكن إذا بيمروا عن طريق الحكومة بيكون بعد أسرع ليعطي ليحث المؤسسات اليوم العامة اللبنانية اللي عم تاخد كهرباء من كهرباء لبنان وما عم تدفع حق هيدي الكهرباء. اليوم شفنا أنه من 6400 مليار اللي وافق عطاهم إياها مجلس الوزراء والمالية العامة، عطيتهم سلفة خزينة، ما دفعوا لحد اليوم للكهرباء إلا 1000 مليار. فبالتالي عندك 5100 أو 5300 مليار بعد ما اندفعوا من قبل المؤسسات العامة والمديريات العامة والوزارات لكهرباء لبنان، وهول بيقدروا يشكلوا جزء من الحل كمان للحساب العراقي. فكله هيدا عم نشتغل عليه لنقدر نعجل بهذه الأمور. ايه، وعم تاخذ وقت والعالم عم بتعاني من جراءه، لانه عم تتاخر هالشحنات لتجي، لانه العلاج تبعها عم بيكون بطريقه الاستثناء، لانه بتعرف العلاج ما هيدي اوريدي نحن وقعنا فيها، لانه اليوم نحن الكهرباء اللي عم تعطي 200 ميجا وات بدل ما تعطي 600 ميجا وات، كلكم ببيوتكم عم بتحسوا بهذا الفرق اكيد. كيف اذا كانت كمان الشمس قويه وعفوا يعني المناخ قاسي بيتطلب توضيء التكييف وغيره، فبالتالي بعد الوقع تبعها اقسى علينا للاسف. هيدا شيء حاصل بتعرفوا انتم، اليوم برلمان ما بيجتمع لتشريع الضروره، وهيدا هو تاخير الاساسي. هلا بنفس الوقت نحن هون على مستوى الحكومه على مستوي عم نعمل كل اللي بنقدر له لنمشي هالامور. ايه بدها غطى تشريع. ايه ايه صحيح، لانه حكينا وقتها انه بتركيبه التعريفي على القليل بالمرحله الاولى بتغطي، بتقدر الكهرباء لبنان تغطي كل ما هو فوق المليون طن من الاستهلاك للفيول. فبالتالي في جزء من العراق من تقدر تغطيه، بس اول مليون طن بعده على اساس الدوله اللبنانيه عم تغطيه عبر الخدمات وليس عبر الدولار الفريش اللي بكلف خزينه الدوله الفريش دولار، ما مش متوفر بنفس الطريقه. شكرا. اهلا.
يلا بإطار الاجتماعات المستمرة، اليوم اجتمعنا مع دولة الرئيس ميقاتي، مع معالي وزير الداخلية والأمين العام للمجلس على الدفاع والمحافظين، وكانت هدف الاجتماع تأكد من جهوزية الخلايا الأزمة وخلايا الطوارئ الموجودة على مستوى المحافظات وتعزيزها محل ما يكون في نقص أو محل ما يكون في حاجة لتعزيز هذه الخلايا، كله بإطار التحضير والتعزيز في حال توسعت الاعتداءات وفي حال العدوان من الاحتلال الإسرائيلي توسع على مناطق غير المناطق الجنوبية، مع دائما التذكير أن هناك اعتداءات يومية على القرى الحدودية، هناك أكثر من 100,000 نازح من أهالي الجنوب من المناطق الحدودية وصاروا موجودين بأكثريتهم في المناطق أو محافظتي النبطية والجنوب. وحكينا مع المحافظين أيضا على ثلاث مواضيع أساسية، أولا مراكز الإيواء، وضعنا لائحة بمراكز الإيواء عبر التعاون مع وزارة التربية، وزارة التربية عم تتعاون وفي مجموعة عمل عم تدرس كل مدرسة بمدرستها، هناك عدد من المدارس التي رممت ستكون على جنب ما نستخدمها، ولكن هناك عشرات من المدارس التي يتم الآن التأكد من جهوزيتها أو شو الأمور الأساسية اللي لازم تكون موجودة لتتحول لمراكز إيواء. ثاني شيء موضوع الأمور الأساسية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أو تحضير مراكز الإيواء، عم نحكي عن الموضوع الفرش، موضوع النظافة، موضوع الأمور الغذاء الأساسية، وهذه تم الاتفاق مع المحافظين على كيفية تنسيق هذا على إطار لا مركزي، يكون فيه بالحد الأدنى أمور جاهزة في حال حصلت حالة الطوارئ على مستوى مناطق واسعة، كيف تحضير هذه الأمور على مستوى لا مركزي. وثالث نقطة هو كل ما يتعلق باللوجستية وما هو مطلوب للمحافظين ليكونوا حاضرين أكثر، واتفقنا أنه يكون في بجلسة الأربعاء جلسة مجلس الوزراء عرض حاجاتهم واللي هي صارت معروفة، ولكن بالتحديد كيف يكون عندهم نوع من السلف ونوع من فتح اعتماد تحت إشراف وزارة الداخلية لاستخدامها في حالة الطوارئ. شكرا. من الخزينة، من الخزينة أكيد. إذا اللي منشوف نحن حرب الإبادة وقلة القتل والتدمير اللي عم نشوفها بغزة وحتى بالقرى الحدودية في الجنوب، هذا الموضوع ما إنه سهل أكيد. يعني اللي عم نشوفه بغزة ولا بلد حتى إذا كان بلد أكثر استقرارا اقتصاديا وإداريا وماليا ما بيقدر يوقف بوجه قلة القتل والتدمير اللي عم نشوفها، ولكن نحن عم نحاول مع المحافظين يكون في أطر للتنسيق ولجهوزية أفضل في حال صار في عدد كبير من النازحين كيفية استيعابه. أكيد التأمين الموازنات راح يكون عبر الخزينة، الآن عم نحكي بالحد الأدنى للأمور الأساسية وخاصة فيما يتعلق بمراكز الإيواء، فيما يتعلق بالأمور الأساسية لاستيعاب أعداد من النازحين، ولكن أيضا نحن بتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية اللي كمان عم تلعب دور وعم تحضر حالها وتكون أكثر جاهزية إذا صارت اعتداءات واسعة، كمان تكون شريكة أساسية بتنفيذ خطة الطوارئ. لبنان دائما في منحة طائفة بكل أزمة بتصير، نعم، عم نشوف ببعض المناطق في ردة فعل طائفية عم بتكون مع النازحين من الجنوب، هل انحكى مع المحافظين كان ببيروت أو بالمناطق، يعني للأسف نحكي بهذا التعبير، إذا صار في اعتداءات واسعة نحن لازم نوقف أمام لحظة تضامن وطني، كل الناس بتتضامن مع بعضها، كل المناطق لازم تكون عندها جهوزية لاستقبال النازحين، هذا الشيء هو وطني وهذا الشيء ليس له علاقة بطائفة أو مذهب أو منطقة، وهذا كانت روحية النقاش. أكيد هناك بعض يعني الناس هلأ عم تستأجر بشكل فردي وهذا الموضوع متروك لكل منطقة ولكل ناس، يعني هذا في خيارات فردية، ولكن أكيد ضمن تطبيق القانون وغير مقبول يكون في أي يعني تمييز ضد أي فئة أو فئة أخرى من اللبنانيين واللبنانيات، ولكن في حال حصل وهذا العدوان وتوسع
كل الناس لازم تتضمن مع بعضها، لأنها لحظة تضامن وطني ولحظة القفز فوق كل الخلافات وكل الانقسامات الداخلية. يعني بالحد الأدنى الآن اللي عم نشتغله أنه يكون في تأمين نوع من تمويل للأمور الأساسية. نحن تقديرنا إذا صار في حالة نزوح كما حصل بال2006، يعني أكثر من مليون من اللبنانيين نزحوا من مناطق سكنوا إلى مناطق أخرى، نحتاج لمائة مليون دولار شهريا، وهذا الرقم هو على احتساب على أكثر من مليون شخص. هذا الرقم لازم نأمن عبر فتح اعتمادات وسلة في الحد الأدنى ليكون في عنا نوع من تمويل لحالات طارئة، والطلب من المنظمات الدولية الدعم. لازم نستوعب الأيام الأولى إذا صار هذا النزوح الكبير عبر اللي هلأ ناقشناه اليوم عبر فتح اعتمادات، ورح نناقش الموضوع نهار الأربعاء وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء. شكراً. التقينا بدولة الرئيس نجيب ميقاتي على رأس وفد من أبناء بيروت حقيقة حتى نضعه بالأوضاع التي تمر بها منطقتنا بأكملها، وتحديداً الطريق الجديدة والأزمات التي نعاني منها في المنطقة وعلى صعيد بيروت بأكملها من ناحية الصحة ومن ناحية الكهرباء من ناحية الماء. وحقيقة دولته أبدى كل يعني تجاوب وكل استعداد من أجل أن نجد بعض الحلول التي يمكن أن تتاح من خلال الواقع الذي نعيشه من خلال تصريف الأعمال. وأيضاً حقيقة مما يعني تناوله دولة الرئيس في الجلسة وأكد عليه أنه في هذه الأيام نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة واللحمة الوطنية، لأن هذه الوحدة هي الوحيدة التي يمكن أن تحفظنا وأن تحمينا في هذه الأزمة التي نمر بها في مواجهة العدو الإسرائيلي. فكان تأكيد من قبله وأيضاً من جهتنا نحن كأبناء بيروت أننا نحن اليوم صفاً واحداً متماسكاً في وجه العدو الإسرائيلي، لا يمكن أن تفرقنا أي خلافات من هنا أو هناك حتى بإذن الله تعالى تنتهي هذه المحنة وينجو لبنان من هذا المأزق الذي يمر به. فبالتالي كلنا اليوم خلف دولة الرئيس نجيب ميقاتي وخلف الحكومة اللبنانية وخلف مؤسسات الدولة كلها والجيش اللبناني، وأيضاً خلف من يقاوم العدو الإسرائيلي في مواجهة هذا العدو الغاشم الذي لا يقف لا عند حدود ولا عند يعني قرارات أممية أو دولية. ولا نجاح لنا ولا يمكن لنا أن نكون إلا صفاً واحداً في مواجهة هذا العدو بإذن الله سبحانه وتعالى.